يعني حدود ملف ربنا يا استاذه وفاء، حدود ربنا. انا لازم، انا بحب ربنا وبحترم ربنا. نعم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. حدود ربنا لازم نعظمها، لازم نحترمها، لازم نقف عندها. نعم. ما ينفعش يا جماعه الناس، الذنوب اصبحت بقت سهله جدا. صحيح. والناس يعني شوف، ما لكم لا ترجون لله وقارا. صحيح. وما قدر الله حق قدره. كل واحد يعمل الخطا ويقول لك ايه ان شاء الله انا هعمل ايه، انا مضطر اليه. ربما تجد الشاب يزن يقول لك طب وانا اعمل ايه، انا عندي شهوه هعمل ايه، انا اعيش كده محروم. ده في بعض الشباب يا استاذه وفاء شال فكره الزواج من دماغه. يا عارفه الله. ليه؟ هو لقي زميله اتجوز ومراته خلعته او اتطلقوا، وشاف زميله بيتعذب العذاب الاليم في رؤيا الولد، فقال لك لا يمكن اجرب التجربه بتاع زميلي. وشاف زميله التاني بعديه اتجوز بسنتين نفس الماساه، وزميله التالت نفس الماساه، فقال لك قرار لن اتزوج. طب يعمل يقول لك انا ماشي في الحرام، فهو خلاص خضع نفسه. يجي بعد كده الشيطان يقول له، يقول لك انا مضطر، ما هو ما فيش ولاد الحلال. لا، في ولاد الحلال طبعا، تقي ربنا في نفسك طبعا. والحرام حرام والحلال حلال. نفس الكلام، ان احنا نحافظ على بيوتنا. الراجل اللي بيخون زوجته، لو سمحت خليك انسان محترم وخلي عندك انسانيه. والله انت مش قادر تعيش معاها وعايز حاجه اخرى، اتفضل اتجوز، او اتفضل لو سمحت سيبها وجوز غيرها. صحيح. لكن نمشي في الحرام لا. اما موضوع بقى الامور دي، الواحد كده بيغار على يعني عارف يا دكتور، عندي 70,000 سؤال. الموضوع ده محتاجين نفتحه، لان ده هو اساس المجتمع. صحيح. الناس مفروض ان هي تعرف المفاهيم الصحيحه ازاي ان احنا فعلا نمشي، وزي ما الناس فاكره. والله المساله اسهل بكده كتير. زي ما انا بقول، البيوت اللي بتبنى على طاعه الله هي دي اللي بتبقى، وهي صحيح. دي اللي بتبنى بناء صحيح متين. ولكن صحيح. اي حاجه تانية، زي ما كنا حضرتك بتتكلم على الكلام اللي ممكن يكون بين الشباب او متخيلين ان هو ده اللي بيبني بيت، للاسف مش هو ده اللي بيبني بيت.